يحضر من نجوم العالم السنة اللي بعدها يحقق إنجاز تاريخي لي سواء كان زيدان بطل وأول الأهداف. نعم أول الأهداف، أول أهداف اللقاء ينجح تماما. أيمن يوسف 28 سنة، أيمن اللاعب الأردني اللي بيمثل فريق نادي حمادة بطل الدوري الأردني والذي يشارك لأول مرة في البطولة. لمسة واحدة، لمسة تانية، لمسة تالتة، والتالتة تبدأ. الله الله الله، الاستلام جميل قوي قوي، الاستلام حضره، الاستلام حضره للزوج. وادي على طول ضربة جزاء، ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. نعم ضربة جزاء على مؤيد محمد، فرصة للتعادل، فرصة للتعويض. ايديه في وضع مش طبيعي، ايديه في وضع مش طبيعي، ايديه لما اتفتحت للجنب يبقى كأنه تخن جسمه، كأن وضع جسمه أصبح أدخن من الطبيعي، يعني استفاد. يعني ضربة جزاء، فرصة يلعب ربيع البريمي. ربيع لعب العقبة الأردني في رابع مشاركة لي في البطولة، هو ولا مين؟ يا ولد يا ولد يا ولد، سابها ليوسف العويضات ليتعادل فريق زون سنت 1-1. ضربة جزاء حطها بإتقان، بقوة، بدقة على يمين حارس المرمى ماجد الحافي. 1-1 يوسف العويضات وأيمن يوسف أصحاب الهدفين.